والكرة إلى بنزيما، تقدم وانتوب حمد الله حتى تلاعب، مستحيل الله ينافس على هداف العام حتى الآن كريستيانو، ياخذ نفس يتقدم الآن كريستيانو، الله لا أحد يضع الكرة في مكانها مثلك أبدا، هدف التعادل يأتي عن طريق كريستيانو رونالدو، النصر يعود عن طريق فارسه، عن طريق هدافه، عن طريق النصر أن يعود إلى تحكمه وإلى استحواذه بالكرة. أليكس تيليس بيرسل كرة، لو عدى تلسكا عدى صواب، أبو القنابل أبو القنابل يفجر واحدة هنا من مسافة قريبة في الكلاسيكو ويسجل تلسكا، تلسكا لا يغيب، تلسكا هنا، المطرب لا يتوقف عن الغناء، لا يتوقف عن الغناء، أغنية الكلاسيكو أحدث إصداراته، أحدث إصداراته، نعم القليلة التي وصلت إلى إيغور كورنادو بكرة عرضية رأسية، الله كرت النصر الأصفر، كرت النصر الأصفر، كرت النصر الذهبي، يتقدم كريستيانو، الله لن يستسلم النصر ومعه كريستيانو أبدا، سيلاحقون أمانهم، سيدافعون عن أحلامهم، سيسجلون، سيعودون، سيتقدمون، يريدون كسر عقدة استمرت في السنوات الماضية، الرقم 7 هداف الدوري يعيدهم للتقدم من جديد، يضبط كل أنفاسه وتركيزه، جم يعيد الكرة، حارس المرمى يتأخر ولكن بعد ذلك يمرر إلى تلسكا، تلسكا من لمسة إلى أوتافيو، أوتافيو السيطر في المرة الأولى، كريستيانو والصناعة، تلسكا والإنهاء، يتقدم الآن إلى ساديو، يا رب ما بين يمين كريستيانو ويسار تلسكا، للمثلث ضلع آخر، للمثلث ضلع آخر، اختار اليوم الآخر 4-2، هذا صدام الرؤوس ما بين أوتافيو وما بين سلطان، وشايفنا تلسكا والصناعة حب يضمنها، حب يضمنها، قال يا ساديو أنت ما سجلت من فترة طويلة في الدوري، الآن يصنع تلسكا، الآن مثلث النصر لا يمكن بالتأكيد سقوط أحد لاعبي فريق الاتحاد أيضا، أو سلطان الفرحان مع أوتافيو في نص الملعب في صراع الرؤوس وقمة الرؤوس، والنتيجة 4-2 مشاهدين متابعين، حكم المباراة يطمئن على سلامته، لا يمكن الإصابات التي تأتي والتي تعكر بالتأكيد الأجواء، شوف فرحانين لساديو لأنه من فترة ما سجل، شوف كاسترو سعادته بالهدف الرابع بالرغم حول، وصلت إلى تلسكا، هناك سقوط، حكم المباراة يعطي إتاحة الفرصة الآن، أوتافيو إلى ساديو، 5 يسجلها النصر اليوم ويكسر عقدته التي استمرت بالنتيجة الكبيرة جدا، 5 من كرة مرتدة هنا، 5 يأتي بها ساديو ماني وينهي بها تماما هذه المباراة، النصر إلى نقاط الثلاثة، هذا اللقاء إلى ساديو ماني الذي يسجل الهدف الخامس ويقسم على الاتحاد في شوط المباراة الثاني، صارت 5، شوف الكرة، سقوط أحد لاعبي الاتحاد، شوف أوتافيو، تحرك ساديو بين المدافعين، الإنهاء، إنه ساديو ماني اختار اليوم الأهم والوقت المناسب والهدف الأغلى بالنسبة لساديو ماني، 5 لا شيء في هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، أو 5 مقابل هدفين عفوا، فالنتيجة تصبح تعيدنا إلى ما ذكرت، إلى تلك المفارقة، يا سبحان الله كيف يتغير التاريخ في أول 8 مواجهات في لقاءات الفريق.